بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ومع مراجعة الفصل 11 في مادة العلوم للصف الثاني المتوسط، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يا شباب اللي هو سؤال استخدام المفردات، وضح العلاقة بين كل مصطلحين مما يأتي في جمل تامة: آلة الاحتراق الداخلي والمحرك الحراري. يحول المحرك الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية حيث يحترق الوقود في حجرات داخل المحرك، تسمى إيش؟ محرك احتراق داخلي أو آلة الاحتراق الداخلي. 2. ما العلاقة بين الطاقة الحرارية والتلوث الحراري يا شباب؟ الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات في المادة، أما التلوث الحراري هو ازدياد درجة الحرارة للتجمع الطبيعي من المياه، سببه إضافة ماء حار إليه. التوصيل الحراري والحمل الحراري كلاهما من طرق نقل الطاقة الحرارية. التوصيل الحراري ينقل الطاقة الحرارية من خلال التوصيل أو التلامس المباشر. الحمل يا شباب ينقل الطاقة الحرارية من خلال تحريك المائع من مكان إلى آخر. التوصيل الحراري والطاقة الحرارية، التوصيل الحراري زي ما قلنا ينقل الطاقة الحرارية من خلال التلامس المباشر، أما الطاقة الحرارية شباب هي مجموع طاقتي الوضع والحركة جزيئات المادة. الطاقة الحرارية والحرارة النوعية، الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات المادة. ما هي الحرارة النوعية؟ هي كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة 1 كيلو جرام واحد من المادة درجة واحدة سيليزية. التوصيل الحراري والإشعاع، التوصيل الحراري والإشعاع كلاهما من طرق نقل الطاقة الحرارية. التوصيل ينقل الطاقة الحرارية بالتلامس المباشر، أما الإشعاع ينقل الطاقة الحرارية بالأمواج الكهرومغناطيسية. الحمل الحراري والإشعاع كلاهما طريقة لنقل الطاقة الحرارية. الحمل الحراري ينقل الطاقة الحرارية من خلال تحريك المائع من مكان إلى آخر. الإشعاع ينقل الطاقة الحرارية بالأمواج الكهرومغناطيسية. الموصل الحراري والطاقة، ما هو الموصل الحراري وما هي الطاقة الحرارية؟ الموصل الحراري هو أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة. الطاقة الحرارية شباب هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات المادة. تثبيت المفاهيم اللي هو سؤال الاختيارات يا شباب، نركز في كده. اختر الإجابة الصحيحة. ما مصدر الطاقة الحرارية في محرك آلة الاحتراق الداخلي؟ ايه مصدر الحرارة اللي جاي من آلة الاحتراق الداخلي؟ هل هو البخار ولا الماء الحار ولا حرق الوقود ولا التبريد؟ أنا سمحت بالحرق الوقود، مظبوط. ماذا يحدث لمعظم المواد عندما يتم تسخينها؟ عندما يتم تسخين المادة اللي يحصل لها شباب تتمدد، مظبوط. أي العمليات التالية تحدث عندما يتلامس جسمان مختلفان في عندما يتلامس تلامس مباشر؟ يبدأ يا شباب توصيل حراري. أي الجمل التالية تصف الطاقة الحرارية لدقائق المادة؟ المجموع الكلي لجميع طاقتها الحركية وطاقة الوضع. انتقال الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض يا شباب مثال على إيش؟ على الحمل الحراري ولا التمدد ولا الإشعاع؟ إحنا بنقول أشعة الشمس يبقى إشعاع. 14. معظم المواد العازلة تحوي فراغات مملوءة بالهواء، ليش؟ تلقى معظم المواد العازلة فيها فراغات مملوءة بالهواء، ليش؟ لأن الهواء ماله؟ لأن الهواء عازل. في وصفة يا شباب لتحضير الكعك
يوصى أن يتم خبزه في درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت. ما قيمة هذه الدرجة بحسب المقياس السيليزي؟ نحل مع بعض هذه الشباب المسألة. هي تطلع طبعا 177 درجة، بس هنعرف جت ازاي. اخذنا شباب في التحويل من سيليزي لفهرنهايت، قانون بيقول ايش؟ شباب هذه المسألة محتاجين أول شيء نعرف القانون، ثاني زي ما قلنا إن الفهرنهايت درجة بالفهرنهايت كم؟ 350 درجة فهرنهايت. القانون بتاع التحويل من الدرجة السيليزية إلى فهرنهايت بيقول يا شباب 5 تقسيم 9 أفتح قوس ف درجة ناقص 32، يبقى س درجة شباب بيساوي إيش؟ 5 على 9 350 ناقص 32. الناتج اللي يطلع اضربه في الخمسة تقسيم 9 هيطلع بعد التقريب يا شباب 177 درجة سيليزية. اي العبارات التالية صحيحة يا شباب؟ الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد، ولا كثافة الهواء لا تعتمد على درجة حرارته، ولا الهواء الساخن ليس له كثافة، ولا الهواء الساخن أقل. طبعا الهواء الساخن طبعا زي ما احنا عارفين يا شباب الهواء أما يسخن بيصعد إلى أعلى لأنه أقل كثافة. ننتقل الشباب إلى سؤال 17. أي مما يأتي يطلق على مجموع طاقتي الوضع والحركة اللي تتم مع بعض الشباب اللي هي الحرارة. بعد كده الشباب ندخل على أسئلة التفكير الناقد، وأول سؤال 18 بيقول لك فسر عندما تسخن ماء في إناء تلاحظ أن سطح الماء سخن بسرعة رغم أن الحرارة فين؟ تحت الإناء. بسبب يا شباب أي طريقة من طرق التوصيل للحمل يا شباب؟ يبقى تنتقل الطاقة الحرارية من قاع الوعاء إلى سطح الماء بطريقة الحمل يا شباب. 19 وضح لماذا تدفئن الطبقات المتعددة من الملابس شتاء؟ تعمل الطبقات المتعددة في الملابس على حجز كمية هواء بينها، تلقى بين كل طبقة وطبقة في فراغ، هذا في هواء. طبعا زي ما احنا عارفين ان الهواء عازل مما يجعله اكثر عزلا للطبقة الحرارية من غير لما تلبس ملابس من طبقة واحدة. 21 يا شباب بيقول لك صمم تجربة تمتص بعض الوان الملابس الاشعاع اكثر من غيرها، اعمل تجربة تبين لنا هذا الكلام. طبعا هتجيب ملابس ذات ألوان فاتحة وبعض ملابس ذات ألوان قاتمة وتعرضها لفترة كافية أو وقت كافي لأشعة الشمس، ثم تقارن بين درجة حرارة الملابس الفاتحة والملابس القاتمة باستخدام الترمومتر أو باستخدام أي مقياس من مقياس الحرارة. نستنتج في النهاية أن الملابس القاتمة تسخن أسرع من الملابس الفاتحة. وضح عند بناء الأسوار تترك فراغات فاصلة بين أجزاء السور، ما الغاية أو ما الهدف من هذه الفراغات الصغيرة يا شباب؟ تمنع الفراغات القطع الخرسانية من التحطم عندما طبعا زي ما احنا عارفين ان مواد البناء الموجودة في الأسوار ممكن مع الحرارة تتمدد وتأخذ مسافة فممكن تكسر، لو ما سبتش فاصل ممكن تتحطم هذه الأجزاء. ولهنا يا شباب قد انتهت مراجعة الفصل 11. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.